المؤسسة الدينية نحن نبرر التفاسير والتراث الموجود عندنا، نحن نبرر مسؤوليتنا كمجتمع ونخلي مسؤوليتنا من أي محاولة لمراجعة الأسباب الفعلية لانتشار التطرف في العالم العربي، ولماذا ظهرت منظمات بهذا التوحش وتعمل وفق نصوص موجودة عندنا في تراثنا. هذه النصوص لم تكتبها هيلاري كلينتون، هذه النصوص موجودة عندنا. ولكن الكلام أن داعش صناعة أمريكية، وهذا ما قرأته في الكثير من المقالات والتحليلات العربية، داعش صناعة أمريكية، وطبعا هناك الكثير من شبه الأدلة التي تساق، التسليح والتدريب وفعلوا كذا وكذا بدون مصادر، يخلي مسؤوليتنا من أي جهد. وهذا فقط ليس على داعش، هذا ينسحب على كل المشاكل الأخرى، بالنسبة للتعليم، بالنسبة لحقوق الإنسان، بالنسبة لكل المشاكل التي نعاني منها في العالم العربي، يخلي مسؤوليتنا من مراجعة النفس تجاه هذه المشاكل. العنصرية الموجودة عندنا مثلا، الكلام على مؤامرة في الخارج تمام، ولكن ماذا عن مسؤوليتنا نحن في بلداننا تجاه بعضنا البعض كشعوب؟ أقل مشاكل الأقليات، هل هي مؤامرة؟ الحرمان السياسي للتمثيل الحقيقي للأقليات وحقوقهم مثلا، هل هذه مؤامرة من الخارج؟ مراجعة تاريخنا وتراثنا والمشاكل التي كانت في العالم العربي منذ بدايات الدولة الوطنية تقول أن هذه المشاكل موجودة ولها جذور قبل حتى تأسيس CIA وقبل ممكن ولادة باراك أوباما. ولكن الكلام عن المؤامرة الدائمة يخلي مسؤوليتنا من أي محاولة للتغيير. الشيء الآخر هو غياب النقد الذاتي عند العرب بشكل عام. ليس عندنا فلسفة النقد الذاتي، لا ندرسها في المدارس، لا نتعلمها في الجامعات، حتى في تلقي المادة في الجامعات في العالم العربي، في المدرسة، في الأسرة، في التعامل، دائما هناك نوع من السلطة أو الهرمية في السلطة، التسليم، من هو أعلى منك، إن كان الأب، كان الأستاذ في المدرسة، أو كان الأستاذ الجامعي في الجامعة، هو يلقي إليك بالمعلومة أو حتى أحيانا بالرأي وأنت تسمع وتطيع وتسلم. العقد النقدي بالنسبة لنا في العالم العربي حتى الآن لا يزال يحبو، وهناك محاولات حتى الآن لا تزال متواضعة جدا في محاولة نقد أو تجديد النظرة إلى تراثنا، إلى التجارب السياسية التي عندنا. هناك محاولات بسيطة ولكنها تقمع فور حدوثها، فور أن تبرز بشكل يمكن أن يؤدي إلى تغيير يتم قمعها، ويتم أيضا التلويح بالمؤامرة والفائدة الغربية من هذه المؤامرة. بعض الأمثلة التي يمكن أن نذكرها على نظرية المؤامرة وكيف تشوه نظرتنا للتاريخ وتعاملنا مع الواقع وتصورنا للمستقبل. نبدأ مثلا ببعض الأمثلة مثل بروتوكولات حكماء صهيون التي يربطها البعض الآن بالربيع العربي. والشيء المثير للمفارقة الحقيقة أن البروتوكول الأول يتحدث عن الفتن والثورات والحرية، بمعنى أن كل أمة تحاول أن تقوم بثورة في سبيل التغيير للأحسن أو للأفضل. هذا يدخل ضمن بروتوكولات حكماء صهيون التي لا تزال مشهورة ولها شعبية في العالم العربي كنوع من التفسير للأحداث التاريخية. هذه البروتوكولات التي ثبت علمياً وتاريخياً بأنها بروتوكولات مزورة مزيفة، قام بها النظام القيصري في بدايات القرن العشرين لمحاولة امتصاص الغضب الشعبي من الهزائم المتتالية والوضع الداخلي السيء، وذلك عن طريق نشر معاداة السامية وإلقاء اللوم على جهة شريرة واحدة هي التي تحاول أن تقوم بكل هذه الشرور. هذه البروتوكولات لا تزال حتى الآن في عالمنا العربي تعتبر المانيفستو، كل ما يحدث من شرور هو بسبب هذه المجموعة التي تحاول أن تسيطر على العالم بدون النظر إلى الآليات أو الصعوبات التي يمكن أن تكتنف أي محاولة لتغيير
هم بكاملها بهذا الشكل. هناك عندك الكثير من العوامل الاجتماعية والدينية والسياسية، ولكن كما قلت في السابق نحن نفترض دائما في المجموعة المتآمرة أن عندها كلية القدرة وكلية المعرفة، يعرفون كيف ويعرفون لماذا. كيف حصلوا على هذه القدرة الله أعلم، يعني أن تكون هناك مجموعة في العالم أيا تكن مواردها قادرة على إحداث تغيير من الخليج إلى المحيط بهذا الشكل، هذا شيء ببساطة غير قابل للتصديق. نفس الشيء عن ما ذكرته قبل قليل عن النسبة، ذكرتها كمثال، ولكن أيضا أحداث سبتمبر هي أحد القضايا التي ذكرت لنظرية المؤامرة. التغيير في مثلا في مصر، ما حدث في مصر قبل بضع سنوات من تغيير في 30 يونيو على نظام الحكم، البعض يسميه انقلاب، البعض يسميه ثورة. الشيء الغريب في تبني نظرية المؤامرة، وهو هذا الموضوع بالذات كان موضوعا كتبت عنه عن الإعلام، وتغييب العقل يعطينا أيضا فكرة عن إلى أي درجة المتلقي العربي في العالم العربي يستلم الكثير من الأخطاء التي تشوه تفكيره. بكل بساطة قيل بأنه كانت هناك مؤامرة أمريكية مع الرئيس الأسبق محمد مرسي لتحويل سيناء إلى ولاية إسلامية وحل المشكلة الفلسطينية عن طريق إعطاء جزء من سيناء لغزة لحركة حماس، وبالتالي ستحل المشكلة. ولكن ما حدث في 30 يونيو غير كل هذه الأمور. ويمكن أن تذهبوا إلى اليوتيوب وتشاهدوا بعض الصحفيين المصريين يقولون لكم مذكورة في مذكرات هيلاري كلينتون، هذا الكلام موجود في مذكرات هيلاري كلينتون. تمام، مذكرات هيلاري كلينتون في ذلك الوقت هي مذكراتها كوزيرة خارجية، Hard Choices موجودة، هناك فصل كامل عن الربيع العربي ليس فيه حرف واحد من هذا الكلام. ولكن تأكيد الصحفيين المصريين الذين يعملون لأجندة معينة هم يراهنون على أن المتلقي العربي لن يقرأ، وهذه هي المأساة الحقيقية. الوقت يداهمنا الآن، موضوع طويل ومتشعب، ولكن فقط أريد أن أختم بشيء بسيط ربما كان هو السبب في دراستي للإعلام، قرأته في وأنا في 17 من عمري، كان مقدمة لكتاب مقتبس من آرثر سالزبرجر مؤسس جريدة نيويورك تايمز. يقول ببساطة أن المعلومة الحقيقية الصادقة يمكن أن تبني رأياً صحيحاً للشخص المتلقي، ولكن إذا شوهت المعلومة أو زيفتها فإن فرصة الرأي الصادق والصحيح ستذهب من يد المتلقي إلى الأبد. تشويه المعلومة هو الذي يؤدي إلى تشويه الرأي، لا قيمة لأي رأي أو لأي تصور أو لأي رأي عام بوجود معلومات خاطئة ومنقوصة. لذلك الحقيقة والتدقيق هو السيد في كل ما نريد، سواء كانت الحقائق نتائج هذه الحقيقة تفيدنا أو لا تفيدنا، تؤكد ما نريده نحن أو ضد ما نريده نحن. الأهم هو أن نسعى وراء الحقائق وليس وراء الهوى أو الرأي. شكرا لكم.